زي حضرتك، عامل يا ايه؟ اهلا بيكي، يا اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك منورانا. طيب. الله يبارك فيك يا استاذه شمس. كل سنه وحضرتك طيب يا رب، وبعود الله الايام يخلي يا رب. الله يخليكي والله يا منوره يا شمس استاذه شمس. حضرتك، احنا يعني انا ما تفوتش حلقه لحضرتك، بنحب البرنامج بتاع حضرتك قوي 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 طب بصراحه يعني. عرفينا بحضرتك، احنا مش عارفين ان حضرتك بتتكلمي منين. انا بكلمك من القاهره، من القاهرة الجديدة. أحسن الله ناس. يخليك، لا الله يخليك. والله واضح يا دكتور احنا متفائل. يعني على طول متابعين حضرتك، كل يوم كل يوم بنستنى ايه حضرتك تيجي كده ونقعد نتفرج. ده شرف لينا، وكفايه روح التفاؤل اللي عندك. يعني انا حاسس ان انت هتعملي اعلى سكور النهارده مع يا ريت يا المتسابقه ريت اللي قبل والله، كده. عشان يعني اقول لحضرتك كل يوم والله بنقعد ندعي في صلاة المغرب، بندعي لحضرتك والله ربنا يسامحني، بس الله والله يكرمك بنقعد يا ندعي لحضرتك. لا يعني ده ربنا يستجيب ولكم بالمثل ان شاء الله. ان شاء انت الله عارفه ان شاء مسابقتنا الله. النهارده وعارفه الشروط بتاعت المسابقه، ولا تحبي اقولها لك؟ اقول حضرتك انا عارفه يعني اللي هي ايه، فكر ثواني واكسب دولارات، بس يقول لنا برضو التفاصيل. مش بالظبط كده يعني، يعني هي ايه، بنديكي اسئله وبديكي اجابات وكل سؤال عليه درجات معينه، فاول سؤال ب 100 درجه، السؤال الثاني اول سؤال ب 100 دولار. ما شاء الله الله اكبر ربنا يخليك. يلا السؤال الاول حضرتك ما شرحتش بالتفاصيل بصراحه يعني، التفاصيل فاتتنا في الـ في الـ يعني عندك السؤال الاول ب 100 نقطه، ما جاوبتي شاء صح. الله. السؤال الثاني ب 200 نقطه. كل نقطه السؤال بتقول حضرتك صح؟ لا انا اللي هيجي لي نقطه كده. لا بعد الشر، بعد الشر على حضرتك. السؤال الاول ب 100 نقطه، ركزي معايا ارجوكي، عشان في ناس تانيه عايزه تطلع بعدين ومش عايزين نطول. مش مشكله، هيطلعوا مع حضرتك بعدين يعني معانا. طيب يعني الحلقه النهارده بتاعتك النهارده خلاص. الله يخليك. يعني ممكن يا دكتور بعد اذنك ممكن اعمل اهداء؟ اهداء لا احنا على الهوا، وفينا في متسابقين ما هو عشان حضرتك اتفضلي. بس على الهوا بقى اعمل اهداء لماما، بس اقول لك ماما يعني كل سنه وانت طيبه، بس هي بتشوف حضرتك كل يوم وانا حبيت بس اسلم والله عليك. تحياتنا لوالده حضرتك. يا ماما كلتي ايه النهارده يا حبيبتي؟ كلتي النشابين اللي قلت لي عليه ولا ما كلتيش؟ يا استاذه ما ينفعش كده يا استاذه، احنا على الهوا يا خلاص. ما انا حضرتك بسلم مش على في ماما بصله رحم يعني من خلال حضرتك عادي. صلة رحم، مش ما نقدرش نتكلم، بس يعني عشان في غيرك في متسابقين تانيين، فمعلش. انا نويت ان شاء الله اي حاجه افوز بيها اقسمها انا وماما يعني ان شاء الله. خلاص تحياتنا لمامتك. يا انت عايزه تعرفي ايه؟ طيب يمكن عايزه تعرفي وكاله ايه النهارده مثلا ولا ايه؟ يعني كنت بطمن على نفسي. يا جماعه طبق اليوم والله يا دكتور كانت نفسيتها النهارده كانت وحياه ربنا، مش عايزه اقول لحضرتك والله، قعدت اخد ودي معاها في الكلام كده انها هتقول لي ايه اللي جواها ولا ايه اللي براها. مفيش ما يعني حاسس ان انت خالفت شروط البرنامج فقرر يفصل. المهم تحياتنا لمامة حضرتك، وكل سنه وهي طيبه ورمضان كريم عليها وعليكي وعلى كل حضرتك. طيب بقى ماما وبابا والاصدقاء كلهم بقى يعني كلهم اصلهم بقى مش من حضرتك وكده، فانا والله عامله لك شهره يا دكتور وحياه ربنا، مش عايزه اقول لك يعني حضرتك شايف الملايين اللي مليانه دلوقتي اللي شايف حضرتك كلها من عندك. شكرا لكل الملايين المماليانه. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك. تحياتنا. جاهزه السؤال الاول؟ بيقول لك بس اديني بقى فرصتي كده وبالراحه بقى يعني حضرتك في وقت خلي بالك بسرعه. وقت ايه يا حضرتك؟ ازاي؟ كام؟ معلش هقول لك السؤال وانت تجاوبي. بيقول لك ما هو البلد الاكثر انتاجا للرز؟ الرز عارفه الرز اللي بناكله ده؟ احنا عندنا حضرتك مصر بسم الله ما شاء الله احنا اكتر ناس اكيله للرز. هقول لك الخيارات، في الصين ولا اليابان ولا تايلاند ولا ماليزيا؟ ايوه ما جبتش ليه سيره مصر حضرتك، ده احنا اكتر ناس. معلش هجيب سيرتها. لا بسرعه يا استاذ استنى. طيب استنى. استراليا دي حضرتك قلت استراليا؟ يا استاذه الوقت خلص يا استاذه. لا ما ينفعش حضرتك. لا ولا احنا اكتر ناس بناكل رز يعني، ما ينفعش حضرتك تعدي السؤال من غير ما تقول مصر. ازاي مصر يعني؟ ده مصر هي امي حضرتك، ما ذكرتهاش طبعا. مصر امنا كلنا. لا حضرتك اديني حضرتك سؤال تاني ويكون فيه الاجابه مصر، ما ينفعش حضرتك اللي انت بتقوله ده. طب انا هعمل تصويت للناس اللي معانا.
نديها فرصه تانية ولا ايه؟ الست الوطنيه واخداها و لا 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 لا، حضرتك قلت لي اكتر دوله بتاكل رز وانا جاوبت. حق يعني. طب نشوف التعليقات. طيب يا جماعه، الست عندها وطنيه زي ده، ومصر هي امي وامنا كلنا، ف ما ينفعش. لا لا حضرتك، خلاص الناس وافقوا بيقولوا ادوها فرصه تانية. والله عشان انا وحشه، والمغرب والمغرب بيأذن كده ان انا اكسب مع حضرتك النهارده. يقولوا تضيع فرصة تانية وتالتة. يلا بينا. ما شاء الله، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. مش قلت لك حضرتك ده جمهور ما شاء الله؟ واضح ان الملايين المليانة بيأيدوكي. عشان حضرتك تعرف. لا لا، عشان حضرتك تعرف بس وتثق فيا، يعني ثق فيا ثقة عمياء. بيقول لك السؤال، هنبدأ من الأول، السؤال ب 100 نقطة. بيقول لك أين تقام كأس أمم أفريقيا سنة 2022؟ كانت فين؟ في الجابون ولا في غانا ولا الكاميرون ولا غينيا؟ كأس الأمم الأفريقية سنة 2022 كانت في أي دولة؟ في الجابون ولا في غانا ولا الكاميرون ولا غينيا؟ يلا عندك وقت، قدامك 19 ثانية. بص حضرتك، هو الجابون، بس حضرتك برضو ما جبتليش سؤال في مصر برضو، مش عارفة ليه يعني. حضرتك بتقعد مصر ليه؟ مش عارفة بصراحة. أكتب إيه، غانا ولا الجابون ولا غينيا ولا الجابون؟ الجابون. للاسف للاسف يا استاذه، كان نفسي تفوزي معانا. الاجابه خاطئه. انت حضرتك كده ظلم. لا مع احترامي. لا لا، مع احترامي للملايين المليانه، بس ما هو اقول ايه؟ طيب احنا في رمضان، عشان خاطر دموعك دي احنا مش هنقدر. اديني والنبي والنبي والنبي، عشان خاطر امي بس اللي بتشاهد. حاضر. لا عشان خاطر والله انا بيصعب عليا. هنديكي فرصه ثالثه. الله يخليك الله يخليك. من الاول النهارده الحلقه بتاعتي. ربنا يعزك، ربنا يخليك يا رب. لازم تفوزي النهارده، بس خلي بالك، ممنوع اي وسائل مساعده. لا لا، مفيش اي وسائل خالص خالص. اللي حواليكي جوجل، موبايل، ممنوع. يعني عايز حضرتك وانت بتجاوبي عيني في الكاميرا. كتاب الله، انا ما ولا الهوى يعني، حتى ما بمسك قاموس مصر ولا اي حاجه خالص. لو بصيتي جنبك انا هضطر يعني. يا خلي قلبك كده يعني اكس لارج يا دكتور، يعني ما ينفعش يبقى قلبك كده اكس سمول كده. خد ودي مع الجماهير يا دكتور، عشان الناس بتحب البرنامج، بتخش وتطلع كده لذيذ. واضح ان الشعبيه جامده والناس كلها بتأيدك، فاحنا هنديكي فرصه. بس عينك وانت بتجاوبي في الكاميرا، لو شفتك بتبص حواليكي هلغي السؤال. خلاص يا دكتور. حاضر. يلا بينا. اي هذه العناصر مسؤول عن قوه العظام؟ هل هو المغنيسيوم ولا الفوسفور ولا الكالسيوم ولا الزنك؟ الكالسيوم يا دكتور، الكالسيوم، عشان كانت ماما بتعمل لي بيض الصبح وتقول لي كلي البيض علشان يزود الكالسيوم والعظام. والاجابه صحيحه. الزنوطه قطعت. كسبت يا دكتور ال 100 دولار صح؟ لا مش 100، انت فاهمه غلط. ليه؟ 100 نقطة. 100 ما هي مش كل نقطة حضرتك ب 100 دولار ولا إيه؟ كل نقطة بدولار. كل نقطة بدولار. طيب ما هو 100 دولار أهو، حضرتك مش عارف الحساب ولا إيه؟ كده هيتخرب بيتي وهنقفل البرنامج لو كل ده. بس أنا فرحانة، أنا فرحانة، يا ريت بقى كل الأسئلة كنت كلها كده فيها كالسيوم. كلها بيض وفول وطعمية، وهنعمل لك كل أنواع وناخدهم بقى ونستحق فيهم. ان شاء الله. هنجهز لك السحور ونبعته لك ان شاء الله، دي الجايزه النهارده. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. يلا السؤال اللي جاي ب 200 نقطه. ايوه. بيقول لك ما معنى كلمه نادر؟ موجود بكثره ولا قليل الوجود ولا غير موجود ولا خفي؟ اثنين، قليل الوجود. نادر، عمله نادره كده، زي انا كده عمله نادره. والله يا انت فعلا المفروض تغيري اسمك. صح يا دكتور؟ استعجلتي يا استاذ. لا لو النبي الله يكرمك. وحي ربنا يسعدك. للاسف الاجابه صحيحه. يا جماعه انا عايز اقول لك الرجاله ورفع
مصري بلدنا. قول يا دكتور حضرتك بتقول درر. تستاهلي يا استاذه شمس. يلا بينا السؤال اللي جاي ب 300 نقطه، بس زي ما اتفقنا ممنوع الغش، احنا في رمضان يا استاذه شمس. خالص خالص يا دكتور، احنا في رمضان. انا مش عارف انت ماسكه كتاب سلاح التلميذ ده ولا ايه الكتاب اللي معاكي بصراحه، بس ربنا يستر. يا رب يا رب. شكلك بتغشي، هو ده القاموس اللي فيه الاسئله ولا ايه؟ انا مش عارف ايه الكتاب. الجماعه دي معاها قاموس فيه كل الاجابات. مش انا حبيبي، مش انا يعني. لا 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 والله لا لا فعلا. ماشي انت عشان بس الملايين المليانه اللي معاكي احنا هنعدي لك ال يلا بينا السؤال اللي جاي ب 300 نقطه. بيقول لك سينما بوليود هي السينما الانجليزيه ولا الصينيه ولا الامريكيه ولا الهنديه؟ بوليود بالب، هل هي السينما الانجليزيه ولا الصينيه ولا الامريكيه ولا الهنديه؟ الهنديه يا دكتور، الهنديه. انت شكلك حد قال لك عليها ولا عرفتيها لوحدك؟ لا لا، هقول لك ليه بقى حضرتك. اصل انا كل ما اروح على ماما بتقول لي حولي لي على ام بي سي بوليوود، فبلاقيها كلها هنود. شفت بقى؟ الله الله، وتحياتنا لمامة حضرتك. والاجابه صحيحه. يس 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 يس، الحمد لله. لكن الف حاسس والله، كان الف حاسس. الف مبروك، معاكي 300 نقطه. السؤال الجاي ب 500 نقطه. جاهزة؟ اتفضل يا دكتور. يلا بينا. السؤال الجاي ب 500 نقطة، بيقول لك ما هي العقلية، لا ما هي سوري، المغنية العربية التي غنت أغنية عندما أصابتها بالسرطان، أو عند إصابتها بالسرطان. تاني السؤال، ما هي المغنية العربية التي غنت أغنية عند إصابتها بالسرطان؟ إليسا ولا أمال ماهر ولا شيرين عبد الوهاب ولا أصالة؟ لسه حبيبتي لسه، كانت صعبانه عليا قوي وحياه ربنا يا قلبي. لما غنت حزت قلبي حزازيه، كنت هنهار بسببها. ملكه المشاعر. ربنا يشفيها، ربنا يشفيها ويعافيها. يا رب يا رب يا رب. ملكه ايه؟ وحضرتك كده في صلاه التراويح ادعي لنا حضرتك، مع يعني ادعي لنا مع حضرتك. حاضر حاضر. ربنا يشفيها ويعافيها. والاجابه أمين. الاجابه للاسف كان نفسنا تفوزي معانا، بس الإجابة صحيحة. الله أكبر الله أكبر. ده النهاردة يومك يا أستاذة شمس، واضح. الحمد لله، ده من فضل ربنا عليا والله. الحمد لله الحمد لله. يلا بينا السؤال اللي جايب 1000 نقطة. الله أكبر. بس يا رب. يلا، المخلوق الذي يستطيع حمل وزن 100 مرة ضعف وزنه هو الفيل ولا النملة ولا النمر ولا الفهد؟ في كائن كده بيشيل وزن 100 مرة قد وزنه، هل هو الفيل ولا النملة ولا النمر ولا الفهد؟ في مخلوق كده. النملة. النملة. يا أستاذة، النملة دي ضعيفة جدا. ما هي بتشيل ضعف وزنها يا حضرتك، بتبقى شايلة سكر ومعرفش ايه، وتطلع علينا في الصيف وشايله هرم كده فوق منها ضعف وزنها. ده بيقول لك 100 مره ضعف وزنها النمله. بتستعجلي يا استاذه ليه؟ تفكري طيب. والنبي ما تكسر بخاطري يا دكتور الله يكرمك، يعني والنبي، علشان انا والله العظيم هزعل لو الاجابه غلط. يعني والنبي الاجابه صحيحه. ومعاكي 1000 نقطه. لا لا، النهارده دي حاجه مش طبيعيه. النهارده واضح الملايين بالتشجيع برضه جايب معاكي نتائج مبهره. احسنتي. لا بس انا مش عايز تعيطي، مش عايز تزعلي. انت انا بس صعبان عليا، انا كان نفسك تلعب مليون يورو ولا مليون دولار، مش عارفه يعني كان نفسي اوصل للايه. لا هو ما كانش هو 10 دولار الجائزه بتاعتنا. معلش ان شاء الله. لحد دي كلها والمعجم اللي انا ماسكاه على 10 دولار النهارده بس. هو انت كنت بتغشي من انا ساحبه نت حضرتك من الجار اللي جنبنا باكتر من 10 دولار. لا لا لا، ده ظلم البتاع دي. ده ما ينفعناش احنا الموضوع ده. معلش، دي قوانين اللعبه واحنا بنعتذر. خلاص حضرتك، وانت بتبعت لي بقى ال 10 دولار وببعت لنا فانوس ولا اي حاجه معايا يعني، ولا صندوق رمضان، مش مشكله عادي يعني، احنا بنقل. يا فندم، ده مش برنامج تبرعات ولا برنامج معونات اجتماعيه. احنا مسابقات. حضرتك عايز تقدر توصلني امتى حضرتك؟ ما انا دلوقتي قاعده، دلوقتي توصل لي انا وانا قاعده، انا ما اخرجش من البرنامج الا لما تجي لي ال 10 دولار بتاعتي. حاضر. يعني احنا بصي، بعد البرنامج
سيبي لا بعد ايه انا اضمن حقي وقتي. ما حقك مضمون، احنا عندنا مصداقية وسمعتنا الحمد لله، احنا بقالنا 3 4 سنين بنعمل برامج على فكرة ومسابقات. بقى الدكتور اللي لو حضرتك ما نفعش بعيد عنك في التراويح كلنا بندعي في وقت واحد فما لا لا خلاص. لا، ارجوكي ارجوكي ما تدعيش علينا، احنا هنوصل لك الجايزة مضاعفة، هنعمل لك جايزتين عشان ما تدعيش علينا، خلاص يا يعني دكتور كسبتي معانا 20 دولار. الله يكرمك الله ألف يكرمك مبروك، ربنا ما يحرمنا منك يا رب. تستاهل يا جماعة بصراحة، هي عملت مجهود، وأي نعم كانت بتستعين بالقاموس بس هي ما فتحتوش قدامي، يعني الله أعلم بقى كانت بتفتحه، بس إحنا بنشكرك جدا أستاذة شمس ونورتينا و... ربنا يخليك. ممكن بقى اقفل واخش تاني ولا ايه؟ لا هي بكرة بقى، بكرة إن شاء الله، يعني إحنا كل يوم لسه بكره؟ آه يعني ما ليك انا مرة مره واحدة بقى فيه. عشان انا سحبه نت، مش كل يوم اسحب من عند الناس نت وكده يعني، دخلت مره واحده. ما احنا هنبعت لك ال 20 دولار، 10 دولار تشتري بيها نت، وال 10 دولار تجيبي بيها السحور.